الحمد لله كان أبو بكر عبد الرحمن المقرئ شاباً مغنياً له صوت حسن ثم تاب إلى الله فحفظ القرآن في زمن يسير وتعلم الخط في أيام قلائل وكذلك درس الفقه وكان يحفظ في اليوم ما يحفظه غيره في شهر معنى ذلك أن الشباب عندهم طاقات لكن تحتاج إلى خبرة في الاستخراج نسال الله ان يوفقنا لمرضاته